الغربان بالعادة ما بتهاجر، أنا هاجرت. أسراب الطيور بتهاجر لتحافظ على حياتها. أنا ما كان عندي سرب، متت شوي شوي بطريق الهجرة، دفنت حالي عضفة النهر. التراب هو صار أبي، والمي هي أمي. إذا كانت الأرض اللي بتنزل عليها نقطة المي سخنة كتير، ترفض القطرة تلمس الأرض وبتحاول تهرب منها. وأنا هيك هربت من طفولتي. سوسلو، شايفك رجعت لعندي. لما روح شو رح تعمل؟ أنا الغراب. استغرق موتي 3 أيام و20 سنة لقدرت أولد من جديد. أخي شش، أوعك تطلع صوت. لوين رايح؟ أنا رايح معه لأبي. رايح معه على العملية؟ طبعاً لا، وهلأ نام. يلا أصحك تحكي أي شي لأمي. جبت كل شي اتفقنا عليه؟ ايه لا، جبت كل شي. اي حدا مكاني كان اختار ينسى الماضي، بس انا حفرته بجسمي مشان ما انسى ابدا. شو يا وين شارد؟ انا هون. هون اذا اضطرينا أدوية سلطان منجيبهم من برات البلد. من وين رح نجيب المصاري؟ الله كريم. منقتحم بس يتحول ضوء البرج للون الأحمر. تمام. أنا خايف شي يوم نعمل حريقة بهالشمع هاد. وقت تخاف بيصير حريقة عن جد. وأنتي ما بتخافي؟ لازم نحمي أبي وأبوك، بس إذا خفنا هيك ما رح نقدر نحميهم. شرطة! عندك ارفع إيدك. أخي مفكرنا جبان، قال نحنا ما فينا نحمي أهلنا بهالطريقة. صار شي لأبي وأبوك لحد هذا اليوم؟ لا. وبتعرف بفضل مين؟ بفضلنا. معناتها مين لازم تصدق؟ أنا ولا أخوك؟ أنت. شوف وينه. يا غراب، شو شكلك انعست على الآخر؟ لا بنوب. بلا انعست. في شي يوم أنا نمت فيه قولي. إيه دائماً. عم تكذبي، مو مزبوط. بلا مزبوط وما عم كذب. بتراهني إنه ما رح تغمض لي عين لتطلع الشمس؟ خفتي مو؟ براهنك ليش بدي خاف؟ خويفة. ماشي براهنك، ويلي بينام بيموت أبو. اللي موافق؟ موافق. شرطة! لا تعمل شي. وقف عندك وارفع ايديك لفوق.
هون خلصت لعبتك شرف تاغستالي. اللي بيعرفوا رؤسائك انه انت هون؟ اوصوا. يلا قوم انا فزت. يعني ابي رح يموت؟ لا انت ما نمت، انا عم بمزح معك، ابوك ما رح يموت. اكيد ما نمت؟ ايه ما نمت. قوموا لا قوم، ارفع ايديك، وهلا رح تصير انت بالصفحه الاولى يلي متلي دائما بالعنوان الرئيسي، الاول بزواجهم والثاني بموتهم. اها، والثالثه رح تجي مني. فيكن تاخدوا الشناتي إلكم والبضاعة لفرع المخدرات. اللي رح يفكر يخلصك من بين إيدي لسه أمه ما جابته عالدنيا. إيه؟ ما خلق الشرطي اللي رح يحطني جوا السجن. خليل، 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 وعم تطلع طلب الإسعاف فورا. تحرك انت وياه. تراهن اخر واحد بخلص اكل بحل الوظيفه تبع الثاني. موافق. شو انت ما سلمت تسجيل العمليه؟ لما تصوب خليل انكسرت الكاميرا. كيف يعني؟ لا تكون ضيعته؟ لا ما ضاع، بالبيت. ليش مخلي معك؟ حاسس في شي مو نظيف عم يصير بالمركز. أتباع شرف بكل الأماكن. يعني؟ ما بدها يعني. أنا خايف إنهم يوصلوا للتسجيل وقتها رح تضيع كل الحقيقة معه. بالنهاية هذا التسجيل أهم دليل عنا. شو في رفعت خير؟ كأنك معنك على بعضك، شو صاير؟ شو بده يكون صاير؟ ما في شي. سؤالي عادي. يلا بابا. يلا. مع اني مو مصدقك بس رح نحكي بعدين. هاتوا صحونكم بقى لشوف. انا اول. انا اول. انا أنا, انا بابا. انا اول بابا. لا انا من هاي. انا. ما اكلتي؟ عامله محشي من امبارح. لا تعز بحالك، تسلم. ما أكلتي أمي؟ ما تعبت، وجعني شوي. اصبري شوي بس، رح جيب لك أدوية من برات البلد، تمام؟ طلعوا فيني، لازم تخلصوا كل شي بصحونكم، بعدين
شو صار بالرهان تبعكم؟ كأنه في استسلام؟ لا ما استسلمنا. شو في خير؟ خير شو صاير؟ حضرة المفتش، شو صاير؟ يوسف جبجي، انت معتقل بتهمة قتل زميلك بالشغل خليل سايتنير عمداً. كيف؟ قتل شو هاد؟ رفعت. شو عم بيقول يوسف؟ اسألوا له. عم تمزح حضرة المفتش؟ خليل تصاب بالعملية بيومه، نحن ما دخلنا. خليل توفى، وبتقرير المعمل الجنائي الرصاصة طالعة من مسدسه. لا مستحيل. سيدي، أنت بتصدق إني ممكن أعمل هيك شيء؟ لقيت هدول سيدي. هدول مو إلي سيدي. ولا بعرف أي شيء. أكيد في شيء غلط. كأنه في شيء غلط حضرة المفتش. شو دخل يوسف بهيك شغلات؟ بس فهمني. عم يفتروا علي من شان شرف الواطي، لأنه ما قبلنا رشوته. لك شو عم تعملوا؟ لا بلا مشاكل إذا بتريد. أنتوا بتعرفوا يوسف منيح، معقول يعمل هيك شيء؟ كلب شو، يلا بسرعة. لك اتركه بقى، بكفي. ما بيصير هيك حضرة المفتش، لو سمحت. لا تتدخل وخليك بعيد. بس وقف عندك. رفعت، هدول حفروا لي بدهم يوقعوني. محلولة يا أخي يوسف، لا تاكل هم محلولة. اتركوه، عنده ثلاث أولاد. يوسف. مريم. بابا. يوسف. مريم، شو عم تعمل؟ بعده لك. بعده عنه، اتركوه لأبي. غراب اهدى اهدى، انا رح ضل جنبك دائما، ما رح يصير اي شيء. لا تخاف. ايه اتركوه، لك بترجاكم، ما عمل شيء. بابا لا تتركني. يوسف بدي اياك هلا تدير بالك على امك واختك، تمام؟ انا ما بطول، رح ارجع. يوسف. غراب يا روحي. يوسف اخي لا تاكل هم، الحقيقه الا ما تبان. يوسف. بابا بابا. رفعت هنن اللي ورطوني، انا ما غلطت بشي ابدا. بابا بابا. هيك ما بتنسى اتفاقنا مو؟ أنا بعرف كيف رح أطلع من هون، عندي ورقة ربحانة، بس بالأول لازم تتركوا البيت. وهالشي لازم يصير اليوم. لا لا يوسف، ما رح نتركك. إذا ما تركتوني رح يستخدموكم ليضغطوا علي. كيف يعني؟ أنا بعثت خبر لرفيقي العسكري فاتح، رح يستناكم بالمحطة اليوم المساء، ورح ياخدكم على ضيعته، تمام؟
لا تقولي أي شيء لرفعت. ليش بقى؟ لأنه رفعت هو اللي باعني، حط إيده بإيدهن. عمو رفعت اللي عمل هيك؟ لا مستحيل، رفعت ما بيعملها. من يوم ورايح ما بتوثقي بحدا بنوب. طيب وانت شو رح تعمل بابا؟ انا يا بابا رح ضل مستني هون لحتى تبين الحقيقة، وبلحقكم دغري بس اطلع. مريم اليوم المساء تمام؟ لا ما بدي اياك تزعل غراب، بس رح اشتاق لك. شو اعمل يا روحي؟ الرجال اللي مثلك ما بيأثر فيهم الشوق. اللي صاير فينا مثل هالجرح، يعني تدريجيا رح يروح الوجع بابا. فهمتي علي مريم؟ استوعبي انهم اذا قدروا يوصلوا لكم فانا ما رح اقدر حاربهم ابدا. تتربط ايدي ورجلي، رجاء لا تعطيهم هالفرصه. بابا قول انا السبب اللي صار. لانه انا نعست ونمت هديك الليلة. يا روحي نحن اليوم المساء رح نروح أمي؟ أي غراب، ما منقدر نضل هون كتير. طيب مين رح يدير بال على البيت وعلى عصافير ماما؟ رح نطيرهم، مجبورين. يلا تعال بسرعة. ماما نحن نسينا الباب مفتوح. خليكم هون. مين انت؟ اهلا وسهلا، شغلتونا بالنا عليكم. امي امي انتو شو عم تعملوا ببيتي؟ قلنا احسن مو ناطرينكم، منروح مندور على الشريط. اي شريط؟ سؤالنا مره واحده، قولي لي وين شريط العمليه؟ ما بعرف عن شو عم تحكي، أقسم بالله. البنت؟ لا لا اترك بنتي، اتركها اتركها. عن مين بتستغني؟ قوليلي. ولا واحد، روحوا من هون. أمي لا تخافوا، اهدوا. لا تخافوا أمي، ما بتستغني عنا. خذوا الثلاثة. لا 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 اترك ولادي، اتركها ولادي، بعد اترك ولادي. صدقني ما بعرف أي شيء، ما بعرف شيء عن الشريط اللي عم تقول عنه، ما بعرف شيء. صدقني زوجك معه شريط، جيب الشريط وخذ قرودك. اترك الأولاد وانقلع، اتركهم. أمي لك اتركهم، هدول شو ذنبهم لك؟ شو بدك منهم؟ اتركهم. مين أكتر واحد بتحبي منه؟ لا تتركني.
اتركني الليلة. بدي امي. قولي امي الليلة اتركني. اتركهم بترجاك بترجاك اتركهم. اتركني اتركني. مستحيل اترك امي. روحوا اتركونا. ما فيني اختار. ما بقدر فرق بيناتهم. هن ثلاثة اولادي. اوصني اوصني بترك ولادي. اوصني بترجاك. بس اترك ولادي. اتركهم بترجاك اتركهم بترجاك. ماشي تصطفي. لا 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 اتركهم بترجاك اتركهم. لك اتركهم بترجاك. بترجاك اتركوني. الغرام غراب مين؟ يوما كان آخر يوم بشوف عيلتي فيه. الغراب كتير بعد هداك اليوم. خلو ينزف. أكل ضربات الحياة ولسه عمره 8 سنين. ومن يوم أتعلم كيف يرد الضربة ويتحمل الوجع. أهلين الضيوف الاتقال بلشوا يهلوا. شو كأنه جايين بكير؟ لا مو مشكلة شوي بس وبيتعبى هالمكان. شو غراب كيفني معك؟ تأخذ العقل أخي فؤاد ما تبلى. وأنا؟ أخي قال لي ألبس هدول. شو ما حبيتهم؟ بسرعة فوتوا لجوا. شو في أخي؟ قلت لجوا تحركوا. يلا تخبوا. في حدا هاجم على المحل. اسمعني فوتوا تخبوا هون بسرعة. ما تتحركوا من مكانكم. ماشي بسرعة يلا. نحن جايبين سلام من صالح الأسود. شو بكم معقول ما في حدا يرد علينا السلام؟ وعليكم السلام. بس ما حلوة ما نضيفكم شي.
999 عدد الضربات اللي أكلتها بعمر العشرين. مضت 8 سنين وما صاروا 1000. أصحابك اللي قبلك حاولوا كتير إنهم يوصلوهم للألف وما مشي الحال معهم، ما لهم نصيب فيها. لسه حابب تجرب؟ ها؟ أنت يا بضاي وانقصت المحل، عجبتني. ناديت لي مشان تقلي هالشي؟ جاي على اسطنبول شخص كتير مهم، محامية مهمة ومن عيلة معروفة. بدها تسار عنا؟ لا مو هيك، عندها افتتاح بدها تحضره. هالافتتاح هاد لمدرسة ساهمت هي فيها، عيلتها من أصول معروفة، ناس كتير كبار. ايه بدهم من عنا شخص كتير موثوق ليدير باله عليها. حسن كان رح يتولى المهمة بس اضطر يروح على الضيعة. أنا بتولى هالمهمة، بدكن يعني رافقة؟ تماما، اليوم رح تجي وبكرة رايحة، خليها تحت عينك. اهتملي بلبسك شوي، وبدي تحكي بأدب، ما بدي ولا غلط، وإلا سلالتنا كلها رح تختفي من الوجود. قلي شو اسمها وكنيتها. بحمل أموت إيدي. يلا خلينا نمشي، رح أقعد قدام. بابا؟ ايه حبيبتي، انشغل بالي عليكي وقت ما اتصلتي. وصلتي؟ ابعت لك تفاصيل تحركاتي يعني؟ طيب ما حكيت شي. الشاب اللي خلاه علي معك
ديري بالك تتحركي من دون مفهوم. تمام خلاص لا تاكل هم. ماشي يلا مع السلامة بنتي. بابا لقيت التفاحة المعفنة، ساعدون واحد من شركائنا. روح بدل ثيابك، روح قلبك توسخ يديك بالدم. بابا لما ما اعترف هو. اسمعني منيح شو راح اقول. اذا انت بدك اياه يحكي خلي رجالك يتصرفوا مو انت، وبلا ما تصغر حالك. ساعة وبكون جاهزة ومنروح على المدرسة. بتحبي إني وصلك لفوق؟ مو ضروري. لا هاي التعليمات، تفضلي. تعليمات؟ إيه؟ من هون. لحظة، هيك بكفي، بلشت توترني. أنا مستنيكي تحت. بصراحة أنا كتير مبسوطة لأني رح شارك بترميم مدرستكم. وقت اتصلت فيني مديرة المدرسة وقالت لي شو النقص يلي عندها، عملت جهدي لأمنه بأسرع وقت. بتذكر لما كنت بعمركم تقريبا، بوقتها قررت أني بعد من هون وقضيت كل عمري برات البلد ورجعت من 5 شهور. مين بيعرف؟ يمكن انتو كمان عندكن مكان بتحبوا تروحوا عليه وحابين انه تكملوا دراستكن فيه. وإذا كنتو اخترتوا تروحوا أو تضلوا ولتوصلوا لكل شي بدكن، حبيت يكون في عندكن سقف جديد. بتمنى لكم النجاح بحياتكم التعليمية بالفصل الدراسي الثاني. وبتمنى نرجع نلتقي مرة ثانية. شكرا كثير. نتشكرك على الزيارة. أنا يلي بتشكركم وتشرفت بمعرفتكم. أهلا وسهلا فيك. هاتي عني. في شي مشتل قريب من هون؟ إيه في. منيح، ممكن نروح نشوفه؟ طبعا. بعتهم فورا بعد ما نمشي. شوفت عينك يا أنسة، ما في عمان. أخي محمد أنت لا تأكل هم، أعطي الشحنة لمحمد وخليه يلحقنا. شو قلتك رح يبعتهم؟
بيبعتهم بس ما فهمت ليش كل هالشتلات هدول. يعني قصدي فكرتي وين بدنا نزرعهم؟ فكرت، رح نزرعهم بالمدرسة. حلوين كتير، بردتوا شي؟ حبيبي روح جيب لي مي لهون. ماشي. بس يا عرود حاش تلتهوا، اشتغلوا منيح يلا. ليش عم تتصرفي مثل القردة؟ سكوت انت القرد. شو رح تعملي بالزرايع؟ رح اخدهم على المدرسة. انت رح تعطيهم للأنسة؟ لا. لكن ليش أخذتيهم معك؟ أخذتهم مشان ما يحسوا بالملل بالبيت. الزريعة بتمل؟ عن جد إنك غبي. هلأ مو وقت غلاصتك، يلا حكيلي ليش؟ لأنه ماما قالت لبابا إنه ما رح تعيش أكتر من هالزريعة. إذا عاشت الزريعة أمي رح تعيش كمان، بس إذا خليتها مع أمي بالبيت بتمل وممكن تدبل وتموت، لهيك بدي أخليها جوا الحديقة. وهلأ فهمت علي؟ إذا مشان هيك وافقت. حط الشتلة هون. تمام يسلموا. صبي 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 صبي. تمام، شكراً كثير لك، يسلمون حبيبتي. شكراً يا حلوين. حضرة المدير بتشكرك لأنك ما رفضت طلبي، شكراً كثير. نحن اللي بنتشكرك يا أنسة، حديقة صارت حلوة كثير. طيب ماشي، يلا يا شباب ديروا بالكم على حالكم. شكراً. باي. يلا يا أولاد. فكر منيح إلا ما تتذكر وين شايفني. يلا امشوا امشوا. لا مو هيك القصة، قولي لي شو سبب هالعرض هاد؟ ما فهمت. هيك فسرته؟ هالشي مشان أمي، لأنه اليوم ذكرى وفاتها. تركيهم ديلا، لا تردي عليهم. ديلا مجنونة، ديلا مجنونة، تستاهلي يا مجنونة. ولا يهمك ديلا، المهم إنه سكتناهم وخلينا أمي تعيش. بتراهن إنه أنا وأنت رح نضل نحب بعض على طول؟ براهن. هذا المطعم من هون. بدك تجربي هداك؟ شو هالمكان الغريب هاد؟ ايمتى عملوه؟ خبرني. من زمان كان في قصة حب بين المعلم غالب وسائحة فرنسية، بس طبعا بالنهاية هن افترقوا، كل واحد راح بطريقه مثل نهاية اي قصة حب حزينة. على فكرة فيك تحكي القصة ببرود اكثر من هيك. يعني هي قصة شعره واعطته اياه ليكون تذكار، وطبعا انتشرت القصة ووقتها المكان زادت شعبيته. يعني قصة حب
عشاق رايحين وجايين بيتركوا خصل من شعرهم لتحول المكان لمتحف. ما تتاخدي بطريقة حكي، بالنهاية هو مهم ودخل بكتاب الأرقام القياسية. عم تحكي جد؟ أي طبعا. هدول شو، أمنيات؟ لا أبدا، هدول مو أمنيات، بيقصوا شعرهم وبيكتبوا اسمهم على ظرف أو بيعلقوا صورهم، في منهم بيكتبوا أرقامهم. حتى أنتي؟ يلا استنى من تحت مشان ما يبينوا مقصوصين. شو قص؟ قص؟ يسلم. ما بدي أقاطعك، بس هني ما بيتمنى. والله أنا بدي أتمنى، ما حدا دخلني. ماشي. بتمنى يرجع الغراب. شو مو جاية؟ جاية جاية.